الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا لجميع الحضور من سعادة السادة النواب الزملاء المتخصصين في لجنة الطاقة، النواب السابقين وحاليين، وكل الشكر لأمناء عامين الأحزاب والأعضاء القياديين في الأحزاب ورؤساء الأحزاب سابقين وحاليين على وجودهم اليوم، وكل الشكر لكل الحضور النوعي اللي موجود هنا اليوم واللي بيعبر عن اهتمام حقيقي وصادق لدى فئة طبعا هي دائما فئة قليلة في الشارع الأردني التي تهتم بمعرفة الحقيقة، الباحثون عن الحقيقة وإجابة السؤال، لعله السؤال الأكثر إلحاحا في الساحة الأردنية منذ أكثر من 40 سنة: هل هناك نفط وغاز في الأردن؟ والسؤال الثاني الذي لا يقل إلحاحا: إلى أي مدى ثروات الدول العربية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، إلى أي مدى هذه الثروات هي بيد الدول العربية فعليا، وإلى أي مدى هنالك هيمنة على هذه الثروات سواء من قبل اللوبي الصهيوني والحركة الصهيونية أو من قبل المطامع الدولية المختلفة. اليوم الحقيقة نحن هنا لإشهار كتابين هما إضافة فريدة نوعية وحقيقية للمكتبة العربية وللمكتبة الأردنية. عندما نتحدث عن موضوع النفط والغاز نحن أمام تجارب قليلة جدا ومعدودة على أصابع اليد، سواء منها ما ألف باللغة العربية أو ما ألف باللغة أو اللغات الأجنبية المختلفة. اليوم المهندس زهير الصادق، وأعتقد أنكم كلكم بتشوفوه على شاشات الفضائيات الكثيرة، يعني هو نجم تلفزيوني دائما ما يبرز في سجالات حامية الوطيس ما بينه وما بين الفريق الذي أدمن إنكار وجود النفط والغاز في الأردن، أو يعني في أحسن الحالات هذا الفريق الذي يقول أن الكميات الموجودة لدينا من نفط وغاز هي كميات غير تجارية ولا تستحق أنه إحنا نصرف عليها ملايين الدنانير عشان نستخرجها بسواعي وطنية. فهو للأمانة، وأنا بدي أقدم شهادة بحق هذا الرجل، أنا بشبهه مثل المسيح الذي يحمل صليب النفط على ظهره ويسير به في كل مكان. يعني أنا التقيت فيه أول مرة في 2005، كنا أياميها قد أطلقنا صحيفة الأنباط اليومية، وكنت أكتب مقالا يوميا في الصحيفة، مقال سياسي طبعا. فجاءني المهندس زهير، بتذكر في شهر 9 يمكن 2005 مش هيك، 19 بأواخر السنة، جاءني يحمل مقالة له في مجلة علمية عن النفط والغاز، وأراني المقالة اللي هو كاتبه عن النفط في الأزرق، في منطقة الأزرق، النفط الثقيل في منطقة الأزرق. صار يفرجيني، شوفي 2 مليار، هي الدراسات العلمية التي تثبت أن هنالك نفطاً قوامه المتولد قوامه 2 مليار برميل من النفط في منطقة الأزرق. فأنا استنفرت لدي كل الأجهزة الداخلية، بدأت يعني أثار اهتمامي صراحة، أثار اهتمامي بموضوع النفط، وكان هذا أول دخول لي على عالم النفط والغاز، وبدأت أقرأ كثيراً، صار يزودني بدراسات باللغة الأجنبية، وأنا طبعاً مش متخصصة بالنفط، ولكن من اهتمامي وفضولي لأجيب عن اللغز، اللغز الذي يتردد في الشارع الأردني، هل هنالك نفط وغاز أم لا؟ فبدأت أقرأ كثيراً في الدراسات اللي أحضرها لي المهندس زهير. وبعديها اطلقنا قناه، وطبعا عملت اياميها حتى لسبب، عملنا تحقيق استقصائي في غايه الاهميه عن النفط في البحر الميت، كانت اياميها شركه ترانس جلوبال، وهو كاتب عنها بعض المعلومات في الكتاب. المهم حتى ما نطول عليكم، اطلقنا بعديها قناه جوسات، ويمكن احنا اكثر محطه استضافت المهندس زهير في حلقات متتاليه ومتتابعه، احيانا لحاله واحيانا مع اخرين، إثبات أو لتقديم ما لديه من وثائق ومن مستندات ومن دراسات تؤكد أنه على الأقل هنالك potential، في استعداد حقيقي وقائم وعلمي لوجود النفط والغاز في الأردن. هلأ مرت الأيام ووصلت إلى البرلمان، وتم
أكثر نائب وجه أسئلة واستجوابات في موضوع النفط والغاز والطاقة، وللأمانة معظم هذه الاستجوابات يعني كانت بإيحاء من المهندس زهير، وهو يمكن في كتابه اللي بين يديكم اليوم مستعين باثنين من هذه الأسئلة كمثال ضمن الكتاب. فرحلة طويلة، ما زالت هذه الرحلة موجودة وقائمة ومستمرة، وما زال هو يقاتل من أجل ما يؤمن به ومن أجل إقناع الدولة الأردنية بأننا بحاجة إلى رصد مخصصات مالية من الموازنات للترقيب عن النفط والغاز بسواعد أردنية. ويمكن اللي بيعزينا إنه آخر وزيرين للطاقة اللي هي معالي هذا زواتي ومعالي الأخ الخرافشة يعني إلى حد ما بدأوا التحرك بهذا الاتجاه، وإن لم يكن بالجودة وبالكيفية المطلوبة، ولكن يعني بدأنا نلمس إنه في شوية تحول على الأقل في السلوك الحكومي نحو جهد رسمي وحقيقي في التنقيب عن النفط والغاز في الأردن. عموماً اليوم المهندس زهير يخرج لنا بكتابين في غاية الأهمية، الأول بعنوان النفط والغاز في الأردن، والثاني أخطر من الأولاني بعنوان الهيمنة الصهيونية على خلوات شرق المتوسط، ويدعم ما يقوله في هذين الكتابين. طبعاً الكتابين الكتاب الأول مش الثاني، الثاني لسه اليوم شفته. الكتاب الأول مش كتاب علمي بالمعنى المفهوم، يعني هو أقرب إلى رواية ذاتية للخبرات الكثيرة التي مر بها في عالم النفط والغاز والمعارك التي خاضها في هذا الإطار ودراسات، مش كل الدراسات، هو حافظ جزء يسير مما لديه من دراسات في هذا الكتاب، وحتى مما لديه من معلومات. شكله مخطط يعمل المزيد من الكتب والله أعلم. تمام. فهو ماخذ اسلوب في الكتابه احنا بنسميه الاوتو بايوغرافي، يعني اشبه بانك انت عم تحكي قصتك ومن خلال قصتك عم تروي ما الذي تعرضت له من ملفات ومن احداث في مجال النفط والغاز في الاردن. فانا بتمنى انه الكتاب الاخر يمكن يكون هيمنة صهيونية مختلف، بتمنى الكتاب الجديد اللي بده يطلع ان ياخذ منحا اكثر علميه كي يدرس في الجامعات، لأنه عندنا حقيقة مشكلة كبيرة في المراجع المتعلقة بحقيقة تواجد النفط والغاز في الأردن. فأتمنى على المهندس زهير أن يأخذ هذه المسألة بعين الاعتبار. خلينا نلقي بسرعة نظرة على السيرة الذاتية للمهندس زهير الصادق. تخرج في جامعة بغداد سنة 1973 في تخصص علوم الأرض الجيولوجيا، درس هندسة المكامن بإشراف البروفيسور كولينز في جامعة تكساس في أوستن، عمل لدى شركة النفط الوطنية العراقية في حقل الرميلة من عام 1974 إلى 1981، وعمل لدى شركة نفط الكويت في العمليات المشتركة بالوفرة من سنة 81 إلى 1990، شارك في دراسات جيولوجية ومكمنية في بريطانيا سنة 1976، وشارك في دراسات جيولوجية ومكمنية في فرنسا سنة 78، شارك وأشرف على دراسات جيولوجية لدى شركة ديكور لاب اللي حاطط لكم واحدة من دراساتها في هذا الكتاب في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1982، شارك وأشرف على دراسات لدى شركة جيتي المشهورة الأمريكية سنة 1982 و83، وأشرف أيضاً على دراسات جيولوجية ومكمنية في اليابان سنة 1984، وعمل لدى شركة البترول الوطنية الأردنية سنة 1998 يعني في بدايات إنشاء الشركة، وهو عضو سابق في مجلس إدارة سلطة المصادر الطبيعية سنة 2012. طبعاً قصته هاي يرويها على فكرة كيف تم تعيينه بعقد لمدة سنتين، ثم عندما رفض الشركة الكورية حكوا السلام عليكم نراك في جولة أخرى إن شاء الله. فهو يروي طبعاً هذه القصة في الكتاب، وأيضا قام بتقديم استشارات إلى شركات الخدمات النفطية في العراق، وشارك في مؤتمر التعدين الأردني الدولي السادس سنة 2011، وفي مؤتمر إربد الهندسي الدولي الأول سنة 2014، ومؤتمر إربد الهندسي الدولي، يعني الكثير من المؤتمرات. وهو
هو الرئيس التنفيذي لدى شركة الأزرق للاستشارات والخدمات النفطية، وله حاليا هذان الكتابان الجديدان بالإضافة إلى عدد من الأبحاث العلمية باللغة الإنجليزية المنشورة في بعض المجلات. بعد ما نستمع لأخونا المهندس سهير الصادق، راح يكون لنا أيضا جولة لإلقاء نظرة تاريخية علمية على تاريخ تطور استكشاف وتطوير النفط والغاز في الأردن وما ارتبط به من صناعات في هذا الميدان، وراح يقدم لنا إياها الدكتور النمراوي. فنترك الميكروفون للمهندس زهير الصادق. والله يقوي، تفضل. طبعا قبل ما أتكلم أقدم زميلي الدكتور النمراوي يعطي نبذة تاريخية عن جيولوجية الأردن والمناطق. قبل كل شيء، أول شيء مساء الخير. اثنين، أنا جدا مشرفني بيسعدني بتلبيتكم للدعوة فردا فردا، وهذا شرف كبير لي، وأرجو أن تنالوا الفائدة الحقيقية عن موضوع الثروات الطبيعية في الأردن، لأنه وضعنا في الأردن الأزمة الاقتصادية معروفة، ولا يمكن أن تحل الأزمة الاقتصادية بالأردن إلا باستخراج ثروات طبيعية، غير هيك لا يمكن، لأنه إذا بدنا نحل الأزمة الاقتصادية بدنا معناته مصدر مالي، مصدر مالي إما منح الآن الدول كلها والطالب مش منح، أو قروض، والقروض هذه بتبقى كبيرة علينا. الآن الدكتور محمد النمراوي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. أرحب بهذه القامات من أصحاب السعادة وذوي الخبرات في مجال صناعة النفط والغاز. سأستعرض بعجالة ثلاث محاور رئيسية. المحور الأول هو تطور صناعة النفط والغاز بشكل عام، تاريخ صناعة النفط والغاز في الأردن، والوضع الحالي للنفط والغاز في الأردن، وطبعا التفاصيل موجودة في كتاب المهندس زهير الصادق أبو عمر. طبعا النفط والغاز استخدم أو كان يستخدم منذ قديم الزمان، يعني من آلاف السنين، حتى أنه يقال أن يعني سفينة نوح عليه السلام طليت بالقار عندما أنزل إلى يعني كانت جاهزة لما صار الفيضان. كذلك مهد موسى عليه السلام أيضا كانت تستخدم في البيوت القديمة للطلاء، طلاء البيوت القديمة. كذلك يعني عبادة النار اللي نشأت في فارس كانت بسبب إنه المشوعات الغاز أو النزلات الغاز في البحر دائما مشتعلة، فهم اعتبروها نار مقدسة ومن أجل عبادة النار. النفط يمر يعني والغاز بشكل عام له سلسلة من العمليات، تبدأ بالدراسات الجيولوجية والمصطلحات الجيوفيزيائية ودراستها وتحليلها وتفسيرها، ثم حفر الآبار الاستكشافية والتقييمية والإنتاجية وتعزيز الإنتاج بعد ذلك، ويصاحبها دراسات مخملية معمقة، وثم يتبع ذلك بعد الحفر وغيره من الأنابيب لنقل النفط والغاز إلى محطات فصل الغاز عن النفط. ومع ذلك أيضا اللي هي عمليات إدارة الإنتاج، ويختلف يعني طرق عملية المحاضرة حتى نحن نستطيع أن ننتج أكبر قدر ممكن من المكمن النفطي وما يضيع علينا يعني بطرق إنتاج خاطئة. بعد فصل الغاز والنفط تأتي عملية تجميع النفط في خزانات أو تنكات ضخمة جدا، وثم نقله إلى الموانئ أو إلى مصافي البترول حيث يذهب البترول السائل هناك، ويتم فصله إلى منتجاته من غاز ومن كاز وديزل وغيره، والغاز أيضا يذهب إلى محطات تسييل الغاز وفصل الغاز، وبنتج عنها طبعا الغازات المختلفة من ميثان وإيثان وغيره. أنا سأتجنب في
التحليل الرائع، يعني استخدام المصطلحات النفطية المعمقة، ولكن يعني سيكون حديث عام بشكل رئيسي. طرق الإنتاج المختلفة تبدأ بالإنتاج الطبيعي تحت الضغط الذاتي للمجمع، ثم طرق الإنتاج الصناعي باستخدام المضخات وغيرها، ثم طرق إنتاج ثانوي وثلاثي لسكندري أند تيرشيري ريكفري. حاليا ينتج العالم تقريبا أو يستهلك أكثر من 100 مليون مربيل يوميا من النفط الخام، وأكثر من 4000 مليار متر مكعب من الغاز. في الشرق الأوسط ينتج 40% من إنتاج النفط العالمي، ولديه في منطقة الشرق الأوسط أكثر من 70% من احتياط النفط العالمي. طبعا أكبر حقل في العالم هو حقل الغوار في السعودية، ثم يليه حقل الشمال في قطر. الصناعة النفطية الحديثة بدأت يعني فعليا في سنة 1859 في ولاية تكساس في أمريكا في تيتوسفيل، عندما حفروا أول بئر بقصد البحث عن البترول، ومنتج البترول منه يعني بشكل رئيسي من أجل استخراج الكاز أو الكيروسين اللي استخدامه في الإضاءة لا أكثر ولا أقل. وبالمناسبة كان الكاز يحرق في تلك الفترة البنزين لأنه يعني عاديا الفائدة. في عام 1900 تقريبا كان الانتاج العالمي من النفط وصل الى 400 الف برميل يوميا. الدول العربية بدأ الانتاج الفعلي منها، اول دولة كانت العراق، وكان ذلك في 1927، والسعودية عام 1938. اما اول دولة عربية اكتشف فيها النفط فكانت هي مصر، وذلك في عام 1916. تطورت عمليات صناعة النفط بشكل كبير جدا، بحيث يعني خذ مثلا على سبيل المثال الحفر، كان يبدأ بالحفر الطرق اللي هي التقليدية أو الكونفشنال درينج، مثل الحفر الدقار، بعدين الحفر الرحوي، بعدين الحفر التوربيني، ثم تطور إلى الحفر المائل والحفر الأفقي، حتى أن يعني أحيانا وصلت بعض الأعماق أو الحفر أفقيا إلى 3 كيلومترات. بشكل افقي في باطن الارض. وتطورت عمليه التحكم في عمليه الحفر المائل او الافقي بشكل يعني بحيث اصبح كانه قدامه الشاشه الحفار موجوده وزي اللي بسوق سياره. لا يعني بسهوله عمليه تحويل الاتجاه الى اي مكان، وهي ساعدت كثير. يعني احيانا كان في مناطق مأهوله تحت معقول نفط فاصبحنا نحفر لها من خارج المدينه. احيانا في جسور او شوارع او شيء نحفر من تحتها، احيانا مناطق عسكريه، احيانا ساعدت كثير في التطور. كذلك عمليات اكمال الابار، يعني تطورت الانابيب من استخدام الانابيب الفولاذيه الى انابيب الغاز الالياف الزجاجيه التي استخدمت بذلك في رخصها ومتانتها وسهوله يعني العمل بها او تناولها. تحليل تسجيلات الآبار إلكترونيا وتفسيرها أصبح أكثر تطورا وتقدما، وعمل مضاهاة لما تحت الأرض بحيث أنه يعني أمامنا نقدر بالشاشة نلف نشوف ما هو موجود في باطن الأرض. عمليات الاستشعار عن بعد، عمليات الإنتاج والصيانة وغيرها، مسوحات جيوفيزيائية ثنائية وثلاثية تطورت تطور كبير. المهم يعني تطور هائل جدا في الصناعة النفطية، وتطور في عملية معاملة الاستخلاص من الحقول، بحيث سابقا كنا يعني يا دوب نستخلص 15% من النفط الموجود في باطن الأرض، الآن وصلنا تقريبا إلى أكثر من 50% أو حتى يعني أكثر في بعض الدول. يعني الدكتورة رولا ذكرت بعض الأسئلة، إنه هل الأردن في نفط ولا لا؟ هل انه اكتشف ولا لا؟ هل انه احنا يعني هناك يعني ضغوطات سياسيه على البلد ما نكتشف النفط او لا؟ هل هناك معيقات اقتصاديه او ماليه لاستخراجه؟ هل الاردن منطقه جيولوجيه مختلفه عن المناطق المجاوره مثلا؟ هل في الاردن جيوب نفطيه هنا وهناك
صغيرة ولا تشكل حقلة يمكن الانتاج منها بحيث يكون اقتصادي. بالأردن يعني بدأت الدراسات الجيولوجية يعني منذ نهايات القرن التاسع عشر في سنة 1876، يعني أول دراسات جيولوجية بدأت. أول تقرير عن وجود النفط بالأردن صدر عن 1939. وجود النشوعات أو النزازات على مختلف المناطق في الأردن في مختلفة، اللي جاي طريق الغور وهو طريق البحر الميت من العقبة ينظر إلى يمينه يعني بيشوف مناطق أو بقع سوداء، وهي عبارة عن نشوعات نفطية أو يعني ظاهرة للعيان. هذه الأمور دعت إنه الكثير من الشركات جاءت للاستكشاف الأردن النفطية، وبدأت في على شركة نفط العراق التي جاءت إلى البلد في سنة 1947 وأعطيت اتفاقية امتياز تشمل كافة مناطق الأردن ولمدة 75 سنة. ولكن مع الأسف يعني قامت بعد مجموعة من الدراسات الجيولوجية وغيرها ولكنها انسحبت وألغت الاتفاقية مبدئيا في سنة 1954 ونهائيا ألغيت الاتفاقية في سنة 1962. بعدها وحتى غاية 1980 دخلت مجموعة من الشركات من مختلف الجنسيات وحضرت مجموعة من الآباء، في معنى بعض الناس يعني اللي حضروا حفر هذه الآباء. يعني أريد أن أختصر، المرحلة الثانية بدأت في سنة 1980 تقريبا، وكانت عن طريق سلطة المصادر الطبيعية وبأيدي وطنية وبخبرات محلية وبقامات من الشباب ذوي الخبرة، وأدت فعليا وخلال أقل من 10 سنوات إلى اكتشاف النفط والغاز في حقلي حمزة للنفط الخام وحقل الريشة. صحيح أن الإنتاج لم يكن يعني على مستوى، ولكن يعني لم يتم متابعة عمليات الإنتاج وتطويرها وتعزيز الإنتاج، ولكن الحمد لله يعني مما يدل على وجود النفط والغاز أنه استمر الإنتاج في سنة 1989 و84 لغاية وقتنا الحالي، يعني أكثر من 40 سنة ما زال الإنتاج مستمر دون انقطاع، دلالة أنه وجود في نفط وغاز كمية جيدة. أنا على وشك يعني ما بدي أكمل. في سنة 1995 تم إنشاء شركة البترول الوطنية والتي منحت امتياز حقلي الريشة وشرط ولمدة 50 عام، وهم يعني بإمكانياتهم المتواضعة حاولوا بزيادة الإنتاج، ولكن في الفترة الأخيرة يعني الحمد لله وفقوا وتم مضاعفة الإنتاج بعد حفر 3 آبار جديدة اللي هو الريشة 48 والريشة 49 والريشة 53. بالنسبة لوزارة الطاقة أيضا بعد يعني حاولت إنه تحضر مستثمرين للأردن، ولكن مع الأسف إما كانوا غير جاهزين أو غير مؤهلين من الناحية الفنية. قامت بالفترة الأخيرة بحفر بئر في حقل السرحان بمجهود ذاتي وبالتعاون مع شركة البترول الوطنية. وبالرغم يعني من عدم التوفيق في انتاج البترول من هذا البئر، الا انه يعني تم الاستفاده منه كثيرا، وبالمناسبه يعني نسبه الابار انه ممكن تحفر بئر منتج وثمانيه غير منتجه، هذا امر عادي في الصناعه النفطيه، مش يعني انه شيء غريب انه انتجوا واساءوا. صحيح انه قد يكون هناك بعض الاخطاء، ولكن استفدنا او استفادوا كثيرا من حفر هذه البئر من ناحيه جيولوجيه، من ناحيه خبره في عمليات الحفر، من ناحيه الدراسات المكمنيه وغيرها، وما زالت الجهود مستمره، وهناك لدى وزاره الطاقه وخطه للاكتفاء الذاتي بالنفط الخام، وهم يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفذوا هذه الخطه ويستمروا عليها وما تتغير الوزير او يتغير الاداره. شكرا لكم وشكرا على حسن استماعكم. شكرا للدكتور محمد النمراوي، احنا لانه زهير قرر ان يؤثره على نفسه. ان شاء الله ما يكون في خصاصه، بس هو اثره على نفسه خليني بسرعه احكي ما هو. هذا هو عشان هيك بدي احكي من هو الدكتور محمد النمراوي. احنا بدنا نسامحه بسبب السن انه غير منضبط، ولا انا رتبت على الدكتور انه يتحدث بعد
مش شريف لكبائر. خليه يجاوبنا على الاسئله، خليه يجاوبنا على الاسئله. يجاوبنا على الاسئله. بقول خليه يجاوب على الاسئله تبعك. اكيد اكيد. هلا بس خلينا نعرف من هو الدكتور محمد النبراوي. لديه بكالوريوس في هندسه البترول وماجستير ودكتوراه في اداره الاعمال، ولديه خبره اكثر من 33 سنه في مختلف مراحل الصناعه النفطيه وقياده عمليات التخطيط الاستراتيجي والاشراف على تنفيذها، وايضا هو في قياده عمليات تحسين الاداء لمجموعه شركات الانتاج والاستكشاف التابعه لشركه ادنوك في ابو ظبي. وضع خطط تطوير الحقول وتعزيز الانتاجيه، وله العديد من الاوراق البحثيه والدراسات في مجالات النفط والغاز، وهو نائب رئيس مؤتمر التعدين الدولي الثامن في الاردن ورئيس اللجنه الفنيه لمؤتمر التاسع. طيب نعود الى المهندس زهير الصادق الذي يعني قدم لنا هذين الكتابين المهمين اليوم، وبدي اقدم له بفقره وردت في كتابه يقول فيها: الأردن غني بثرواته الطبيعية كباقي الدول وخاصة دول الجوار، حيث أن التراكيب الجيولوجية والطبقات الرسوبية في الأردن هي جزء لا يتجزأ من التراكيب الجيولوجية في الدول المجاورة. وبناء على دراسات متعددة في مجال النفط والغاز والمعادن والصخر الزيتي، قد أشارت إلى وجود كميات تجارية من النفط والغاز، وسبب ذلك يعود إلى وجود صخور مولدة، لأنه لا يمكن أن يتكون النفط في أي دولة في العالم دون وجود الصخور المولدة. وأشار إليها الدكتور النبراوي قبل قليل حين تحدث عن ثلاثة شواهد مهمة لوجود النفط في أي مكان: النزازات والقبب الملحية، وطبعا أكيد بالتمام والمكون العضوي في هذه الصخور. إذا وجود النفط بكميات تجارية يتناسب مع نسبة المواد العضوية الموجودة في الصخور الرسوبية، فكلما زادت هذه النسبة كلما زادت كميات النفط المنتجة، حيث إذا كانت نسبة المواد العضوية الموجودة في الصخور المولدة TOC تتراوح ما بين 0.5% إلى 5%، فإنها تولد كميات تجارية من النفط والغاز. وراح تشوفوا في الكتاب أن المهندس زهير وباعتراف شركة البترول الوطنية الأردنية في اجتماع أنا كنت شاهدة عياني عليه في مجلس النواب 17 عقدناه كرئيس لجنة الطاقة زميلي الأستاذ عبد الله عبيدات، وطلبت منه بعد ما جلس مع أخونا المهندس زهير واقتنع بأن لديه ما يقدمه أن يجمع له كل أعمدة وأركان الدولة في مجال النفط والغاز والطاقة ليحاججهم بوجود النواب. وهذا ما كان، وقدم زهير ما لديه من أدلة ومن وثائق ومن مستندات، ولم يستطع أحد أن ينكر حرفا مما قال، بل واعترف أياميها مدير شركة البترول بوجود النفط في بعض الأماكن وبنسب تتجاوز الرقم اللي احنا بنحكيه من حيث المكونات الكربونية العضوية، تصل إلى 10% مش 5%. عموما بدي اخذ الفقره الاخيره وتدخل منها، اعتقد لازم، ان كميات النفط والغاز الدقيقه لم تحدد بعد بسبب عدم استكمال الشركات المتعاقده مع الدوله لاعمالها، ونقص الاشراف على تنفيذ هذه الاليات من ناحيه الوقت ومفردات عمل هذه الاليات للوصول الى مرحله التطوير، حيث ان الاردن منذ عقود وهو في مرحله الاستكشاف، والتي لا يمكن أن تتجاوز عقدا من الزمن إذا ما كانت هنالك رقابة علمية وميدانية وخبرات ذات كفاءات عالية في الإدارة للوصول إلى مرحلتي التطوير ثم الإنتاج أو الاستثمار وتحديد المستوى التجاري للنفط والغاز في الأردن. تفضل يا مهندس. شكرا. طبعا اشكر الدكتور ابو جعفر المقدمه، واشكر الدكتور محمد النبراوي على ما تحدث به، ولكن انا الكتابين اللي ألفتهم بعد عناء طويل وكنا نناطح ونناطح في الاشخاص اللي بيقولوا ما في عندنا بترول بالاردن.
ولكن ارتأيت إني أوثق هذه المعلومات بكتب لأن تكون وثيقة تاريخية للنقد والغاز بالأردن، هذا الكتاب الأول. وبالتالي توثيق هذان الكتابان على أساس مدعم الكلام الموجود بالكتاب الأولان للنقد والغاز بالأردن، مدعم بوثائق رسمية حكومية ودراسات وتقارير نهائية عن الآبار اللي حصلوا في الأردن والدراسات اللي صارت. أي دولة بالعالم ما بيقدروا يستخدم في البترول إلا بعمل دراسات على البترول من معلومات اللي جمعوها من الآبار الأخرى. فعلى سبيل المثال نأتي إلى حقل الأزهر. حقل الأزهر شركة أمريكية اسمها كورلاب، وهذه الشركة عملاقة وهي بتعمل دراسات لمعظم دول النفط في العالم. وبكل تواضع وفخر واعتزاز بنفس الوقت أنا أشرت على دراسات تتعلق بشركة نفط الكويت بهذه الشركة في أمريكا. وهذه الدراسة الكونكلوجن تبعها الخلاصة قالت إنه لقد تولد في منطقة الأزرق 430 مليون بني. هذه الدراسة بتكون أنا بتكلم، وهذه الدراسة دفع عليها الحكومة مليونين دولار أو دينار وربع. المهم وباعتراض مدير عام شرطة مسار طبيعي سابقا اللي هو السيد كمال الفيصل. وبالتالي الكتاب يحتوي على معظم الوثائق الرسمية الحكومية باعتراض مباشر وغير مباشر بوجود النفط والغاز بالأردن. وعلى سبيل المثال أترك لحقل حمزة. حقل حمزة يا أخوان انحفر فيه 17 أمير. أنا الحقيقة إنه أي حقل بالعالم يعتبر مكتشف إذا حفر فيه بئرين أو ثلاثة يعتبر مكتشف، لكن النتائج تعتمد هل الحفر كان صحيح ولا غير صحيح. إذا كان غير صحيح كان غير مكتشف، وهذا حصل عندنا بالأردن في مناطق مختلفة كان في حفر وغير سليم وبالتالي النتائج غير صحيحة. فحمل الأزرق الحفر فيه 17 بئر، منهم أربع آبار كانت منتجة. وأنا التقيت مع معالي وزير الطاقة الحالي واجتمعت معه وكلمته عن الدراسة، بحكي له عن الدراسة اللي قدامي وقال له بحكي لي هي كان القرآن الكريم هذا الشيء. وكان معي وزير طاقة سابق ومهندسي أخر. وبالتالي قلت له عندي اقتراح يا معالي الوزير، هاي النقاط المهمة، لأنه أنا المسؤول المنيجي بالدولة والحكومي هو مفروض يخدم هذا الشعب ويرفع من مكانة الشعب ويفيد الشعب بالخبرة تبعته. فبقول له أنا أقترح عليك يا معالي الوزير إنك تحط 3 ملايين دينار على حقل الحمزة، وأنا متطوع مجانا للإشراف على العمل في هذا الحقل، وأنتوا ادفعوا 3 ملايين للشركات اللي بدها تقوم بخدمات بترولية. لو بقول لي طيب، قلت بدل ما يكون الإنتاج اليومي 3 براميل بخليكم الإنتاج باليوم من 2000 إلى 3000 برميل. وقال له بحكي لي بقول لي بالحفر الواحد إذا ما طلعت لي 2000 برميل بترجع لي 3 ملايين دولار؟ أنت مسؤول، أنا بعطيك دراسات علمية وشركات عالمية وكل شيء. أنا شوف أحترم ما بيني وبين شيء شخصي. أنا إذا بنتقد في الإعلام هون هون بنتقد الإنجازات، لأنه أنا مواطن في هذا البلد وخلقي على هذا البلد وعلى الشباب المتعطلين والصبايا والوضع الاقتصادي المتردي. بأم عيني أعرف ومتأكد 1000000% مثل ما حضراتكم أشاهدكم وأسعد برؤياكم، الأردن غنية بالبترول والغاز وتكفي حاجتها وتبيع برا. الأردن، وأنا حكيت الكلام هذا على قناة الحقيقة الدولية ووجهت كلامي إلى جلالة الملك وإلى المسؤولين بالدولة وإلى الوزراء وإلى الإعلام، إذا كلامي غير صحيح علموني عن الشفا. من كثر ما وصلت عندي قد ما أحكي صار لي 15 سنة بحكي بالموضوع، وبيجيبوا لي جماعة أحيانا مع احترامي، أنا بدي الناس تعرف الحقيقة. أنا بعض القنوات الإعلامية
يؤسفني جدا انهم استضيفوا جماعه ما عندهم خبره بالبترول، وانا متاكد معهم شهادة توجيه، بقول لك الخطير لما هذا لما يطلع بالقناه بظلل الشعب بقول ما في ما في ما بصير يا اخي. انت شو فكرتك؟ الخبير بالبترول يجب ان يكون له خبره في الميدان لا تقل عن 30 سنه، لا تقل عن 30 عام، هم حتى اعمارهم ما وبالتالي هذا لما نحكوا هيك بتكون تضليل. وبالتالي اقولها من خلال اخواننا الاعلاميين موجودين هنا، القناة الإعلامية اللي بيكون لها هيبة وتأكيد الوطن والشعب يجب أن تستضيف من لديه خبرة وتتأكد منه، أما إذا استضافت أي واحد يعتبر تخريب للبلد وتساعد على تضليل الناس في هذا الموضوع، هذه ملاحظتي. بالتالي بارك توقف طبعا وطلب مني بارك التقي فيه، أنا رفضت عدة مرات وعرضوا علي فلوس وانا حكيت على شاشات التلفزيون من خلال الدكتوره رولا عشان يشكي بمليونين دينار من اجل اخلي نبق ابراهام وانا عضو من سيجاره مع الشركه الكوريه، رفضت وحكيت على التلفزيون قلت انا رفضت المليونين دينار لاني ما بقبل، لاني الحريه والانسان الحر ما بقبل انك تسرق من شان فلوس. وبالتالي من وصلت رئيس الوزراء ولا وصلت؟ والله أنا هاي المعلومات اللي عرفتها أخوي أبو هشام، اللي بعرفه بحكي اللي بعرفوش بحكي. وبالتالي خالد طوقان أحد الأطراف رفض، قال لبارك الكوري ما إلك شغل بالأردن إذا هذا هو الشيء معك. صار عاد وداني الشيء مشان أنا أخلي رفض. فبالتالي رحت أنا أبحث، والله يا اخوان والله والله اني لما كان يكون عندنا اجتماع مجلس اداره كل الاعضاء يجوا منهم معالي الوزير صالح الرابي كان موجود كمان معنا كنت شايف بس حضور حضور اني اقرا المحضر لثاني يوم وكاتب عليه ملاحظات واسهر الليل عليه. فالشركه الكوريه وجدتها مسجله من اجل الاستثمار عن البترول بشهر 9 بشهر 9